اصور قلت الله يرزقنا بخذ. القصف شغال ليل مع نهار، بيوت تهدمت، المعيشه صعبه. بالنسبة للناس وضعها صعب في الشمال، عن جد وضع الشمال صعب كثير معيشته. خذي يا حاج امزح. في البداية الناس بتدور على الأكل، يعني الصحيح الناس بتدور إنها تعيش تأمن حالها للأيام اللي جاية، خايفة لأنها بيأمنوا في حالهم. أه زي هيك إما تقول فيه يعني إنه نفسية البني آدم متريحة، لا مش متريحة، إحنا مش متريحين يعني بالمرة. إيش اللي خلاكوا تطلعوا؟ أنا اللي خلاني أطلع الصحيح خايفة على الباقيين، أنا ابني استشهد وهو رايح يشتغل في الشفا، عامل نظافة ابني، وبقول يعني معي اللي واحد راح لي الحمد لله. وجينا نرجع نشوف بيتنا، بيتنا لقيناه مجرفينه. مش تعرفوا الاراضي، الدار اللي واقفه مش واقفه، نص والدور واقف واقع. يا عم انا بمشي، انا بديك العماره هذه. جيت من الشمال، ما ضلش شيء في الشمال. الشمال عبارة عن سافية كبيرة لا دور، الناس مش عارفة دورها وين ولا عارفة احنا وين، ايش اللي صار فينا الله اعلم. في يوم وليلة صرنا مشردين من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال، والحمد لله على كل حال. والله العظيم بايدي هدول اكثر من 50 شهيد دفنت، والشهداء هيهم مرميين، برضي مين هذا؟ صفينا حالنا في العالم العربي كله، احنا بندافع عن شرف الامه، عن امه محمد، واشهد يا امه محمد ان اهل غزه هم اللي بيضحوا، ما حدش بيضحي غيرنا، لا ضل دور ولا ضل شيء، كل شيء راح، الشهداء في الشوارع مرميه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هجرنا. ارجع يا عماد ارجع. الله يبارك فيك.